السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلب ادم؟ عامل ايه؟ بصوا يا جدعان، انا جايب لكم معلقة الملح دي، او مش شرط معلقة، انت على حسب الكمية. هتقولي طب معلقة الملح دي انت كاتب في العنوان معلقة الملح هتخلي حمك يندك ومش عارف ايه، يبعد بعيد عنه الامراض وبتاع. شايف معلقة الملح دي؟ تعال اقول لك احنا هنعمل بيها ايه. شايف جردل الكلفة اللي عندك، او عامة الكلفة اللي عندك؟ تعمل كده اهي كده. طبعا الكلفة قربت تخلص، فاحنا طبعا ايه لسه هننزل نشتري كلفة تاني. تقلب طبعا على حسب برضه الكمية اللي عندك. بس خلاص تقفل. طبعا في حشرات في الكلفة هتروح، في سوس، في اسمه ايه ده، في اي مرض عامة في الكلفة هيروح، بالذات بقى لو غسلت الكلفة وعملت انا قلت لك عليه ده اللي هو الملح. حلو، على حسب الكمية. يعني مثلا كل كيلو، الكيلو مثلا حط نص معلقة، الكيلو حط نص معلقة، عشان برضك ما يبقاش ايه حادق على الحمام اللي هو ايه ملح اول الحمام يكون مستطعم هيعطش اول، فبلاش، عشان برضك لو عملت زغل كل كيلو نص معلقة. وان شاء الله بإذن الله تدعي لي، بالذات لو معاك مثلا ايه تاني كان ايه، لا وقرطم برضك، حط قرطم مع الكلفة. انا طبعا الكلفة اللي جاية هظبطها، احط قرطم، احط كل حاجة فيها. بردك انت اما تيجي تكلف فرد الحمام معدته لو فيها، يعني عامة هياخد كلفة نضيفة، كلفة هياخدها نضيفة، طبعا هيعطش ساعتها هيروح يشرب عادي، فمفيش مشاكل اهو. بص بقى، تعالوا نبص انا على الزغلولتين كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. النهارده مثلا هفرجكم بردك على حمامتين. الملح ده هيفيدك جامد جدا. بصوا، في ناس بردك بتواجه مشكلة ان زغلول بيبقى كبير وزغلول بيبقى صغير، مع ان الاتنين بياكلوا. بص، الصغير واكل حلو والكبير واكل حلو، الاتنين واكلين حلو، بس المشكلة في ايه؟ ان ده طالع قبل ده بيومين، ففاهم اللي هو ايه، هياكل قبله وهيكبر قبله وكالسيوم وبتاع وتحديق، فاهم؟ الزغلول هتتملى. فانت بتعمل حاجة حلوة، انت بتعمل حاجة حلوة، اقول لك انت هتعمل ايه. انت اما تيجي تكلف هتشيل الكبير وتسيب لهم الصغير، هياكلوا الصغير وهيملوه على الاخر، اللي هو مش هياكلوه زي ما بياكلوه دلوقتي، لا هيملوه على الاخر. بعد ما هيملوا الزغلول على الاخر هتحط الكبير وهتحط لهم اكل تاني. الكبير هيقعد ان هو ايه يزق نفسه اللي هو ايه يعوز ياكل ويخش عند ابوهم وامهم، فاهمين انتوا بقى اللي هو ايه، الكبير ده بيزق نفسه ويشيل حاله، فهيروح يطلب منهم الاكل هياكلوه، لكن الصغير مش عارف يطلب، الكبير هو اللي بيقعد يزق نفسه ويطلب الاكل من ابوه وامه قبل ايه، قبل ما الصغير يعمل كده، يعني مثلا زي كده، فاهمين اللي هو زي ايه، يطلب الاكل من امه وابوه، فهو بالطبيعي ان هم ياكلوه، لكن الصغير مش هيلاقوه، فاهمين اللي هو ايه، هيبقى مستخبي تحت كده، هيبقى يعني مش باين يعني عامة، فده هيلحق الاكل وهيزق نفسه ويظبط حاله، والصغير بعد كده يبدا ياكل. فانت خليك في الخطة اللي انا قلت لك، انك تشيل الايه الكبير وتخلي الصغير. طبعا الخطة دي كل الناس عارفاها، بس ايه فين بعض الناس بتعرفوش. ده الزغلول ده حبيبي، ده اقسم بالله حبيبي، تعمل اسهل. يا نهار ابيض، ليه كده يا ابني؟ ليه يا ابني؟ ده لسه منضف العيون. عامة بصوا، الزغلول ده كان بيموت، كان بيطلع في الروح، اقسم بالله الزغلول ده كان بيطلع في الروح، ده كان بيطلع في الروح. الحمد لله بفضل الله لحقناه، كان رجله مكسوره الحمد لله اتعملت، بدا ان هو يمشي عليها ويجري على الاكل، وزم يعني يجري على ايدي، اكن ايدي يعني اللي بتاكله. طبعا انت هتقول لي ايه حرام عليك اكله وبتاع، والله العظيم ما اكله. بصوا ما اكله وماليها له، بس انا اشربه ميه دلوقتي عشان عايز اشرب، اخلص الفيديو على طول واروح اشربه ميه. فان شاء الله باذن الله هتشوفوه حاجه جميله جدا، وهيجي يقف على ايدي كده وهيبقى حبيبي. انصحك انك لو في زغلول ابو امه ما اكلوش تبدا انك تاكله، انت هندخل دول بردك عشان ما ياخدوش برد، حرام. لو زغلول ابو امه ما بياكلوش اكله انت عشان حرام، ما تشيلش ذنبه، اعمل له ميكس. لو بطش اديله درع ويجا فول اس اي بتاع، ظبط حال الزغلول علشان حرام عليك، فاهم؟ في ناس بردك ما بتعرفش تعمل الحاجات دي، ما بتعرفش تاكل زغلول بتاع، اطلب فيديو من على اليوتيوب ازاي اكل الزغلول، هيجيب لك كل حاجه من عنده. بص اللواحم شكلهم غريب قوي، شكلهم غريب قوي، ايه ده يا ابني، ده يا ابني. طبعا عايز بردك اتكلم في نقطه،
قصه التحديق انا ما بقتش مهتم بيها، وفي ناس كتير برضه بتنسى قصه التحديق خالص، مع ان انا عندي شوال جوه بس انا ناسي قصه التحديق. فانا عايز ان شاء الله افرش لهم تحديق. بصوا اصلا التحديق بايظ، عايزين تحديق صح ولا انا غلطان؟ ايوه عايزين تحديق. المهم الدكرين دول هيتباعوا تمام، عشان خاطر لقيتهم بيركنوا مني اليوم كله مش ممتازين خالص. لا هيتباعوا، خليني في الطريحه دي. ومعنا ايه تاني هنعمله؟ اه بصوا ازاي له غزر اخوه، بسم الله ما شاء الله. اخوه بدا ان هو ياكل ويشرب لوحده، بدا ان هو ياكل قصدي لوحده، واكيد هيشرب يعني، بس لسه ابوه وامه بيزقوه. لو مش دول يعني، ده احنا لقينا يعني، هما لقينا على باب جامع فخدوه بقى وظبطوه يعني. ده مش ابنهم، دول لقينا على باب جامع، وهو لو عرف يا عيني يا عيني. المهم بص بقى، اصل دول ما بياكلوش اللي هو ايه كويس، وهم صغيرين كانوا بيلبنهم حلو، لكن لما بداوا يكبروا ما مش عارفين ياكلوا العظم ده، مش عارف ليه. اكيد بص ان تاعد ما عامل ازاي، فمش عارف اتاكل عظم الغزار. الذكر هو اللي بياكل بس، فسابوا الزغلول ده ما بقوش ياكلوه، رموه وبتاع، وانا خدته. وانا مش عايز اقول له اللي انا لاقيه على باب جامع عشان ما يزعلش. فبرضك معانا هنا اللواحم، زغلول كبير وزغلول صغير، عايزين برضك نعمل الخطه اللي احنا قلنا عليها. المفروض بقى وهما معاهم الزغلول كده يحصوا يعني يبيضوا تاني، فاحنا اما نشوف بقى. ويقول لك اللاحم ومش اللاحم، مكان واسع ويعني بيضتين ومروقين عليهم خالص. وايه ده فين يا عم؟ عايزين يا عم زغليل فين؟ مفيش بيض. يلا انت الغزال تبقى نلعب معاه، خد بصوا بقى نلعب معاه. ماشي هما معاهم بردك حصويتين، ما تشوفهم يعرفوا ياكلوا ولا ايه، بس احنا مش معانا حضان، فبنسيب البيض للغزار وهنشوفهم يعرفوا ياكلوا ولا لا. المفروض ان الغزار لما بتحضن بيضه بعديها ب5 يوم بيحص، احنا هنحتاج له بتاع 4 أسوس ايه تحضين. فانا ما عنديش غير قص واحد تحضين، في كام قص انا بس ما بدوش معاهم، فمش عارف والله اعمل ايه، فبنسيب على ربنا. ايه ده امال فين الزغلول؟ يابا يا رب، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. يا لهوي يا نهار ابيض، مش هتكلم مش هتكلم. فيلو فيديو، نعمل لكم فيديو تاني بكره، نكمل لكم الفيديو بكره. فيلو سلام.